السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ماشي أي شخص قام بشي سرقة راه كتنجح ليه، خاصة لكان هذاك الشخص غبي أو دار شي خطة غبية أو كان مع شي أشخاص أغبياء أكثر منه، فالنتيجة كتكون السرقة فاشلة وكيدفعوا الثمن غالي. هاد الشيء علاش في هذا الفيديو غادي نشوفوا أغبى السرقات اللي صورتها كاميرات المراقبة. في هذا المقطع الاول غادي نشوفوا هذا الشخص جا لهذه المحطه ديال الوقود بالسياره ديالو باش يسرق واحد الخزنه فيها الاموال. هنا جاب معاه واحد السلسله حديديه وواحد الحبل باش يربط هذيك الخزنه الحديديه ويجرها بالسياره ويديها حتى للمنزل ديالو. هنا كيضرب الزاج باش يكسروا ويدخل من هذيك الفتحه ويربط هذيك الخزنه ثم يجرها بالسيارة. هنا تمكن من الدخول وغادي يربط السلسلة في هذيك الخزنة كما كنشوفو. ولكن للغباء ديالو ما انتبهش للحبل انه تقطع، هادشي علاش غادي يركب في السيارة ديالو وغادي يمشي وهو كيظن على انه ادى معاه هذيك الخزنة. غادي يمشي حتى المنزل ديالو وغيعاود يرجع باش يتأكد بأن الحبل اتقطع، وهنا غيمشي في حاله بلا ما يدي معاه حتى شي حاجة. تخيلوا معايا هاد السيدة سرقات بانكا باستعمال السلاح ومشات للمنزل ديالها ودارت فيديو كتشرح فيه كيفاش تمت عملية السرقة ورمات هاد الفيديو في الانترنت. كتشرح في هاد الفيديو جميع التفاصيل ديال السرقة وكتعطي للناس اللي بغاو يسرقوا نصائح، إضافة إلى أنها كتعبر على الفرحة ديالها بهاد السرقة وكتوري للناس الأموال اللي سرقت وكذلك المفتاح ديال السيارة اللي سرقت من أمام البنك. واش هذا غباء أو أنها كانت واثقة من راسها بأن الشرطة ما غاديش توصل لها، ولكن الشرطة قدرات تحدد المكان ديالها وتلقي عليها القبض. هاد زوج أشخاص سرقوا واحد المسدس فقرروا على أنهم يهددوا به الناس ويسرقوهم. هنا جاوا لهذا المكان باش يبنيوا الخطة ديالهم ويتفقوا ويديروا الأقنعة على وجههم وما شافوش الكاميرا اللي كتصورهم. بعد ما بنوا الخطة ديالهم مشاو باش يسرقوا واحد السيارة باهظة الثمن. صاحب السيارة فاش شافهم مشى بسرعة يخبر الشرطة، وفي هاد اللحظة غادي يهربوا بسرعة باينة عليهم شجاعة كبيرة. هاد الشخص الغبي جا لهاد المكان اللي كيتباعوا فيه الهواتف باش يسرق هاتف، وما عارفش بأن هادوك الهواتف تيكون مربوط فيهم واحد السلك. هنا بعد ما اختار الهاتف اللي بغى غادي يحاول يهرب، ولكن الهاتف غيبقى معلق وغيشوفوه في الكاميرا وتجي واحد الموظفة ولحسن الحظ ديالو انها خلاته يمشي في حاله وما خبراتش الشرطة، بارك عليه غير داك الغباء اللي فيه. اصحاب سيارات الاجرة تيتعرضوا بزاف ديال المرات للسارقات. هذا واحد صاحب سيارة أجرة ركب معاه واحد الشخص ناوي السارقة. هنا هذاك الشخص استخرج واحد السلاح وبدا تيهدد في هذا صاحب سيارة الأجرة باش يعطيه الأموال اللي عنده، ولكن بالغباء ديالو ما شافش سيارة الشرطة اللي كاينة وراه. غادي يهبط منها واحد الشرطي وغادي يلقي عليه القبض كما كنشوفو. في هذا المقطع غادي نشوفوا واحد الشخص غبي سكران وجا لهذا المكان اللي كيتباعوا فيه اللحوم كما كنشوفوا، فتح الباب حيدو من بلاصتو ودخل وغيمشي للفريغو
وغياخد اللحم وغيديه يطبخه في شي مكان ياكلو وغيرجع لهذا المكان، لانه قال ليه راسو خصو يرتاح، ما لقى فين يرتاح غير في هاد البلاصه اللي سرق منها اللحم، وبقى ناعس هنا حتى للصباح. وجاو الناس اللي خدامين ولقوه وبلغوا الشرطه. هادو زوج اشخاص علامه دراجه ناريه غادي يسرقوا هاد المراه كما كنشوفوا الان. واحد فيهم غيسرق ليها شي حاجه وغيحاول يهربوا، ولكن لسوء حظهم هادوك النساء غيلقيو عليهم القبض وغيبقاو مدابزين معاهم حتى غادي تجي الشرطه وغادي تتبعهم كما كنشوفوا. واش سبق ليكم تخيلتوا سرقه بحال هادي؟ ثلاثه الاشخاص على دراجه ناريه غادي يجوا وراء هاد الشاحنه اللي غاديه بسرعه كبيره باش يقطعوا القفل كما كنشوفوا، وواحد فيهم بغى يدخل لهذيك الشاحنه باش يسرقها، ولكن الاصدقاء ديالو غيطيحوا للارض غيتقلبوا، وهو غيتراجع على السارقه باش ينقذ الاصدقاء ديالو كما كنشوفوا. هنا غادي نشوفوا زوج اشخاص دخلوا لهذا المحل باش يسرقوه. هنا بداو تيهددوا في هذا السيد اللي كيشتغل فيه باش يخليهم يسرقوا اللي بغاو، ولكن بعد ما غادي ياخذوا داك الشيء اللي بغاو الغباء ديالهم ما انتبهوش بان الباب اتقفل عليهم، وغادي يحصلوا حصله عمرهم ما تخيلوها. هاد الشخص ماشي غير غبي، هذا فايت الغباء. بعد ما قرر انه يسرق هذاك الغطاء غيسقط في هذاك الانبوب ديال الصرف الصحي. هاد الاشخاص كيسرقوا هاد الافريشه، ولكن كيبان انهم ما درسوش الخطه مزيان، غيجي مولاها وغيرجع الافريشه ديالو. هاد الشخص قرر انه يسرق هاد الدمية، من الخوف ديالو خدا النص وخلى النص تما. هاد الاشخاص قرروا انهم يسرقوا شي حاجة من هاد المكان، ولكن لانهم اغبياء ما غاديش ينجحوا في هاد السرقة. هاد الشخص سرق شي حاجة من واحد المحل، غيسقط هو وهاديك المسروقات، غيسمح فيها وغيهرب. هاد الشخص بغى يسرق تلفاز، ولكن سقط عليه وغادي يقول ليه بأن هاد الشي اللي كدير راه ما مزيانش. هاد الشخص بانت ليه هاد الدراجة العادية مقفلة في هاد المكان، فقرر انه يسرقها. اصلا هاد الدراجة شي واحد نزع ليها العجلة وخداها، هو بغى ياخد داكشي اللي باقي، ولكن لسوء حظو كانت هذه هي النتيجة. بعد ما ضارب معها باش ياخدها غادي يطلع ليه الدم وغادي يمشي في حاله بلا ما ياخد حتى شي حاجة. هاد الشخص سرق شي حاجة وكان هربان، غيدخل لهاد المكان باش يخرج منه، لقى هذاك الباب مقفل، وحتى الباب اللي دخل منه حتى هو تقفل عليه، فلقى راسو محاصر في هاد المكان، وبقى تيحاول انه يفتح شي باب لكن بدون جدوى، وغيبقى حتى تجي الشرطة وتلقي عليه القبض. هاد الشخص الهاوي في السرقة قرر انه يسرق الاموال من هاد السيدة، ولكن عطاته واحد الدرس اللي ما غاديش ينساه. تخيلوا معايا هاد الشخص هبط لهاد المكان باش يسرق، بانت ليه هاديك الدمية لابسة الملابس فظن انها شخص، فحاول انه يهرب. هاد الشخص بغى يفتح النافذة ويدخل لهذاك المكان ويسرق داكشي اللي فيه، بعد ما حاول عدة مرات مع النافذة غيفتحها ويدخل وغيلقى هذاك المكان أصلا ما عندوش الباب.
هاد زوج اشخاص جاو لهاد المقهى باش يسرقوا منه واحد التلفاز. فاش كيكونوا زوج اشخاص اغبياء بغاو يسرقوا، كتكون هذه هي النتيجه. هاد الشخص بغى يهرس هاد الزجاج ويدخل باش يسرق داكشي اللي كاين في هاد المحل. هنا كيضرب الزجاج بهاد الطريقة وغيدخل من هاديك الفتحة بدون ما يفكر للأخطار، وهو ما عارفش بأن الباب أصلا مفتوح. هاد الشخص حاول أنه يسرق هاد المحل، ولكن المسدس ديالو غيسقط عند هاد السيدة اللي غادي تاخده، وهو غادي يهرب. هنا الإخوان والأخوات غادي يكون سال هذا الفيديو. نتلقوا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.